أهلا مشاهدينا من جديد. مشاهدينا أكيد كنا نحب الزهور والورود، وسبحان الله يعني طبيعة جميلة لكن مرتبطة بالغالب في طبعا فصل الربيع. أمانة منطقة الرياض مشاهدينا حريصة دائما على المهرجانات، وبالتالي أقامت مهرجان ربيعها 11، والتفاصيل أكيد مع كاميرا سيدتي في التقرير التالي. تمتع نحو 500 ألف زائر بمشاهدة ما يقارب 1,500,000 زهرة، وذلك في مهرجان ربيع الرياض، والذي جاء هذا العام بدورته 11 بعنوان زهور ونباتات. ولله الحمد منذ انطلاق هذا المهرجان كل سنة في تجدد. هناك طبعا المشاركون فيه من أمانة منطقة الرياض كإدارة الإدارة العامة للحدائق، بالإضافة إلى الإدارة العامة للتسجيل والصيانة والإدارة العامة للنظافة وبلدية المعظم. كذلك هناك الجهات الحكومية التي لها علاقة في هذا المجال، ومستضيفين هذا العام أمانة القصيم، أمانة المنطقة الشرقية، مطار الملك خالد، جامعة القصيم، جامعة الإمام، جامعة الملك سعود. يشارك في المهرجان عدد من إدارات الأمانة والجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى عدد من الشركات المتخصصة في مجال الزهور والنباتات على مساحة تقدر ب 60,000 متر مربع، فيما تبلغ مساحة سجالة الزهور لهذا العام حوالي 15,000 متر مربع. طبعا المعرض يحتوي كل بلدية تبرز ما لديها من مشاريع تنموية. طبعا احنا المشاركة هذه الحمد لله حازت برضا الزوار، والقصيم يقدمون للزوار طبعا فيها أكلة شعبية اللي هي مشهورة أهل القصيم فيها، وانتم تعرفون هذه الأكلة اللي هي الكليجة. يوميا نقدم للجمهور 1,000 علبة كليجة. يشمل مهرجان ربيع الرياض مسرح ربيع الأسرة والمسيرة الكرنفالية التي تضم أكثر من 60 شخصية كرتونية، والحديقة الإلكترونية، والعديد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان. إذا مشاهدينا تفاصيل أكثر حول المهرجان مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور المهندس محمد الفريدي، مدير عام الحدائق وعمارة البيئة في أمانة منطقة الرياض، وأيضا هو طبعا المشرف العام على المهرجان. مساء الخير دكتور، وحياك في سيدتي. مساء الخير وحياكم الله. بداية دكتور، ما شاء الله السنة 11 طبعا للمهرجان. نعم. وما شاء الله كل سنة شيء جديد، لكن كيف الإقبال بالنسبة لهذه السنة؟ والله الحمد الإقبال عالي جدا، لله الحمد. يمكن اليوم في اليوم السادس من انطلاقة المهرجان، والله الحمد إلى الآن يمكن تجاوز يمكن عدد زوار 500,000 زائر، والله الحمد. الحمد لله. الاختيار جميل جدا، أو خلينا نقول الوقت يعني مهم جدا، لأنكم اخترتوه مع إجازة المدارس. نعم. عمدا يعني كانت متزامنة. نعم، سنويا نحن نستهدف إجازة الربيع منتصف الفصل الدراسي لإعطاء لجميع شرائح المجتمع وزوار مدينة الرياض للحضور لهذا المهرجان والمشاركة به والاستمتاع بما يقدمه هذا المهرجان. أكيد طبعا. هذه السنة سميتوه زهور ونباتات. نعم. عادة طبعا المهرجان يكون مرتبط بالزهور، ليه هذه السنة زهور ونباتات؟ هو الاسم الأصلي زهور ونباتات، لكن أحببنا نظهر. هو طبعا الهدف الأساسي من المشروع من المهرجان هو إلقاء الضوء أو تقديم كل ما يتعلق بعمارة البيئة والنباتات والزهور للمجتمع. لذلك قررنا نحن نظهر الاسم مع العنوان العام للمهرجان. طب يعني البعض مثلا بعض الزوار أكدوا أن لا هذه السنة ممكن علشان الاسم في تركيز عليه بشكل أكبر، يعني عادة هو معروف يعني بالعامية حتى نقول مهرجان الزهور. نعم. قالوا لا هذه المرة فعلا انتبهنا على وجود نباتات يعني ما فيها أزهار لكن فعلا لها حضور جميل، رائحة طيبة، أنواع مختلفة. جرعة النباتات كثرتوها شوي هذه السنة؟ نعم صحيح، الله الحمد. يمكن السنة هذه يمكن لو أخذنا بالمجمل النباتات اللي موجودة في المهرجان بتتجاوز يمكن بالزهور بالذات تتجاوز يمكن 2 مليون أو أكثر من 2 مليون زهرة.
اللي موجودة في السجادة أو في الأجنحة المختلفة. النباتات كذلك يمكن طغى نسبة النباتات عن كل سنة، وهذا يمكن مما يستهدف له أو يهدف له المهرجان بالفعل، أنه نقدم كل ما يتعلق ونحاول نظهره بطريقة أجمل وأفضل، ونقدم للزائر ونقدم المعلومة من خلال النبات للزائر. مثل ما قلت دكتور، ما شاء الله يعني ملايين الأزهار والنباتات، لكن من أي مناطق تجيبوها صراحة؟ من داخل المملكة، من الخارج، من الاثنين؟ لا، من داخل المملكة ومن الرياض خصيصا. نحن في أمانة منطقة الرياض لدينا الله الحمد المشاتل الخاصة، يمكن تقريبا 70% من الزهور المستخدمة في السجادة السنة هذه أو في الأجنحة من إنتاج مشاتل المدينة أمانة منطقة الرياض، والبقية 30% من مجلبة من المشاتل الموجودة في مدينة الرياض. لكن كلها من المملكة، ما في شيء من الخارج؟ نعم، كلها من المملكة. نعم، لأن كلها تتلائم مع البيئة ومع طبيعة مدينة الرياض. ممكن تتحمل طبعا الطقس إذن، وتكون فعلا مناسبة، ممكن تعيش يعني فترة طويلة. طبعا هذا تتعمدوا هذا الاختيار أنها تكون منتجات أو مزروعات محلية، نباتات محلية؟ نعم، جزء أساسي، لأنه النباتات لا تستطيع أن تعيش إذا كانت البيئة غير مناسبة لها. وكما يشاهد يمكن زي مدينة الرياض بدون هذا المهرجان يمكن الزهور منتشرة في مدينة الرياض لله الحمد في الشوارع أو في الحدائق، الحمد لله. وهناك طبعا اختيار معين لأنواع زهور، أنواع الزهور وحتى أنواع النباتات تتلائم لتعيش في بيئة الرياض. كما يعرف جميعا بيئة الرياض بيئة قاسية قليلا. والله سبحان الله، حتى البيئات الغير قاسية يعني في كل مكان له نباتات معينة تقدر طبعا تتحمل سواء حرارة أو برودة أو تغير الطقس. صحيح. طيب دكتور، بالنسبة لاختيار المكان، يعني عادة تحودنا يكون في متنزه الملك عبد الله، هذه السنة غيرته. نعم، هو التغيير كان بنحاول ننوع المكان ولنوجد المهرجان في أماكن مختلفة لنرضي الجميع الأذواق بالفعل. يمكن الآن يمكن المهرجان من انطلاقته من عام 1426 إلى الآن يمكن غير حوالي 5 مرات أماكنه. بدأ في كما يعرف الجميع في ممر المشاة بطريق الملك عبد الله، ثم كان في جامعة الأمير سلطان الأهلية، ثم انتقل إلى مخرج 10، ثم العام الماضي كان في منتزه الملك عبد الله في حي الملز، والسنة هذه انتقلنا في حي الجزيرة في جنوب شرق الرياض. هذه سياستكم يعني دكتور، أنكم كل فترة مثلا أو كل كم سنة تغيروا المكان، أو في يوم من الأيام بيكون في مكان هو المستقر لكم أو المكان اللي دائما يقام فيه المهرجان؟ هو أحيانا ظروف تؤدي إلى هذا الاختيار. مخرج 10 أو المنتزه، لأن المنتزه كما يعلم الجميع أسس للمحافظة أو لإعطاء الناس استمتاع في المهرجان في الخضرة أو في الطبيعة في منتزه الملك عبد الله. فالمهرجان يمكن يؤثر قليلا على البنية التحتية للمهرجان، لذلك أحببنا إيجاد مكان أنسب وأوسع، وكذلك يعطينا الفرصة الأكثر لإظهار ما لدينا من جماليات ممكن نقدمها للزائرين صراحة. ومن الجماليات الموجودة يعني إضافة طبعا للأزهار والنباتات، إن ما شاء الله كان في فعاليات جميلة مصاحبة لمهرجان هذه السنة مثل ما شفنا في التقرير. نعم صحيح، هي السجادة تعتبر العنصر الأساسي الجاذب. أكيد. والنباتات، لكن لا بد أن يصاحب الكثير من الفعاليات لترضي جميع الأذواق. هناك طبعا الهدف، طبعا هو الهدف الأساسي من المهرجان هو التثقيف والتعليم والتوعية، لذلك استقطبنا كثير من الجهات التي لها علاقة، حاولنا بقدر المستطاع أنه تكون مرادفة للنباتات والزهور. نعم، والجهات التي تمثل طبعا لها علاقة كذلك، على سبيل المثال هناك أمانة القصيم، أمانة المنطقة الشرقية قدمت كل ما لديها بهذا المجال، لدينا كذلك جامعة الملك سعود، لدينا جامعة الإمام، لدينا جامعة القصيم، لدينا مطار الملك خالد. كذلك استقطبنا يمكن نخبة جيدة من الشركات المتخصصة في مجال تنسيق المواقع والحدائق، وأنشأوا على الطبيعة على المواقع حوالي 6 نماذج مختلفة من هذه الحدائق ليشاهدها الزائر على الطبيعة، وكذلك يقدر كما يقال يناقش على الطبيعة التصميم أو المكونات الحديقة مع الشركات العارضة.
بالاضافه الى حاولنا ايجاد كذلك في نطاق او في اطار المهرجان المستلزمات او المفروشات اللي في تناسب الحدائق. نعم الحدائق اللي طبعا نفذت في الداخليه والخارجيه وكذلك الاثاث المصاحب لهذه الفعاليات او لهذه النباتات او هذه الحدائق بالاصح. طب دكتور صراحه نسبة الوعي، لأن كان مثلا في فترة من الفترات تحفظ على أن يكون في نباتات علشان موضوع استهلاك المياه، هذا طبعا سبب أساسي لو اختيار النباتات الغير مناسبة للبيئة. لكن صراحة من 11 سنة إلى الآن كيف تغيرت نسبة الوعي بأهمية الزراعة أو أن يكون في مساحات خضراء سواء داخل المنزل أو خارجه؟ بالعكس، يمكن اللي يشاهد، يمكن ناخذ مثال مدينة الرياض، اللي يشاهد نسبة الحدائق أو التسجير في الشوارع أو في الميادين زادت في خلال 10 سنوات الأخيرة بنسبة كبيرة، يمكن تتجاوز يمكن أكثر من 300-400%. يمكن نحن حاليا لا يخلو حي من أحياء مدينة الرياض حديقة أو منتزه، إلا حديقة أو منتزه. كذلك الشوارع، تقريبا معظم شوارع مدينة الرياض مغطى. بالعكس، يمكن صار مطلب أساسي، الجميع اقترنت المسطحات الخضراء بالطبيعة، اقترنت بالراحة النفسية طبعاً، اقترنت بالصحة. لذلك كثير من الناس يعتبر وجود الحدائق أو المسطحات الخضراء بوجه عام جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية. كثير منهم الآن، يمكن نحن كإدارة الحدائق في أمانة منطقة الرياض نتلقى يمكن يوميا طلبات إنشاء حدائق وتظهر لنا رغبة الناس أو رغبة المواطنين بالعكس لهذه المرافق وإصرارهم على إنشائها. بالعكس أكيد يكفي يا دكتور الراحة النفسية اللي يعطيها أنك تشوف مناظر طبيعية أو اللون الأخضر. صحيح. شيء جميل جدا. صحيح. طب دكتور خلنا يعني نوجه رسالة للمشاهدين اللي ما زاروا المهرجان إلى الآن، ونذكرهم أيضا بمكان إقامته ومدته، لأن الآن مر عليه 6 أيام، هذا اليوم السادس. نعم صحيح. والله احنا نتمنى طبعا اول شيء نرحب في الجميع مقيمي مدينه الرياض والزائرين، ونتمنى ممن لم يزور المهرجان حتى الان ان يقوم بالزياره، ونحن على تم استعداد لاستقباله وتقديم كل ما يحتاجه من مساعدات او من لوجستيه او خلافها. كذلك أطمن الجميع أنه لله الحمد المهرجان مهيأ ومنظم بطريقة تجد جميع ما تحتاجه من مطاعم، من أماكن استراحة، من خدمات لكبار السن، أو كل الخدمات لله الحمد متوفرة، وفقط نحتاج تشريفنا في المهرجان. وكذلك نتمنى من بعد الزيارة إعطائنا وجهة النظر. والوقت طبعا هو ان شاء الله انطلق الخميس الماضي وينتهي الى يوم السبت القادم ان شاء الله، والزياره مفتوحه من 4 عصرا الى 11:30 مساء. اكيد طبعا، وان شاء الله تكون طبعا، لان دكتور عارف شيء يعني مفروض اجازه توقعنا الناس تكون برا الرياض، لكن ما شاء الله نسبه اشغال الفنادق تجاوزت 100%. الرياض زحمه يا ناس ما شاء الله، وان شاء الله دوم عمره طبعا باهلها وزوارها. دكتور محمد الفريدي، مدير عام الحدائق وعماره البيئه في امانه منطقه الرياض، المشرف العام على المهرجان، شكرا جزيلا على حضورك. ومشاهدينا اكيد مستمرين في سيدتي، لكن بعد الفاصل. سيدتي هذا الأسبوع إشارات تنبهك أن زواجك في خطر، شخصيات ومشاهير في حملتنا أحب لغتي العربية، من هو مطرب الشباب السعودي، سيدتي عالمك في مجلة، سيدتي نت معك أثناء دراستك، معك في مملكتك، ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. في سيدتي بعد الفاصل، أبرز تحقيقات ومواضيع العدد الجديد من مجلة سيدتي.